عبارة الإيطاليان كلهم. هناخد النهاردة مع بعض كلمات خاصة بالأدوات المدرسية أو لي سترومنتي سكولاستيتشي، أو ممكن نقول عليها كمان لي أتشيسوري سكولاستيتشي. شوف مع بعض كده. طيب أول حاجة عندنا الدباسة، زي ما انتوا شايفين أنا جايبة لكم صور. فالدباسة اسمها كوشيتريتشا اللي هي الدباسة. لو الكلمة نطقها صعب عليكم ممكن تقسموها زي ما أنا عملتها كوشيتريتشا. عندنا بعد كده الكوباية أو الكوب اللي احنا بنحط فيها الأقلام اسمه بيكيرة بورتا بينا إن بلاستيكا، بيكيرة بورتا بينا إن بلاستيكا. طيب عندنا المقص اسمه فوربيتشي، فوربيتشي. عندنا بعد كده السبورة اللي هي لالافانيا، لالافانيا أو اللي احنا بنكتب عليها. الخزانة اللي هي الأرماديو، الأرماديو، الأرماديو. طيب البلوك اللي احنا بنكتب فيه النوتس أو المحاضرات أو الدروس اسمه بلوكو نوتي، بلوكو نوتي. طيب مين بقى اللي بيكتب؟ لو ستودنتي، الطالب، لو ستودنتي. La studentessa, la studentessa al talebo. L'insegnante, l'insegnante al mudarris o al mudarrisa. Andena la gomma lei al mamhe. We copri i quaderni, copri i quaderni, il huwa al ghita bta' al dafater o al gallet. Ba'd kida andena timbra, matite. تيمبرا ماتيتا اللي هي برية القلم الرصاص، والجسو، الجسو اللي هو الطباشير، وعندنا هنا الجسي كولوراتي الطباشير الملونة. كوريتورة، كوريتورة مصحح أو الكوريكتور. كالكولاتريتشا، كالكولاتريتشا الآلة الحاسبة. تشيستينو، تشيستينو سلة المعلومات. وكارتا جيوغرافيكا أوروبا فيزيكا اي بوليتيكا، كارتا جيوغرافيكا أوروبا فيزيكا اي بوليتيكا اللي هي خريطة أوروبا الجغرافية والسياسية. إفيدنسياتوري، إفيدنسياتوري اللي هو الماركر أو قلم التحديد، وإحنا عندنا هنا كولور جالو لونه أصفر. أستوتشا، أستوتشا المقلمة لوضع الأقلام. بونتينة دا ديزينيو، بونتينة دا ديزينيو اللي هي الدبابيس اللي أنا ممكن أدبس بيها الورق على الحائط. بنا سفيرا أسكاتو، بنا سفيرا أسكاتو اللي هو القلم خلاص اللي بيكون فيه كذا لون أو بنضغط عليه علشان نشغله. طيب البنا اللي هي الأقلام الجاف، بنا كلنا عارفينها. كومباسو اللي هو البرجل، كومباسو. و باستيلي أتشيرا، باستيلي أتشيرا اللي هي ألوان الشمع، أقلام تلوين مصنوع من الشمع. كالينداريو، كالينداريو اللي هو التقويم. زاينو، زاينو حقيبة الزهر. كوادرنو، كوادرنو الدفتر أو الكشكول. كولا، كولا اللي هو الصمغ. وبكده نكون خلصنا. خلاص اتمنى يكون الدرس عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير للفيديو، ولو عجبكم تكتبولي تحت في الكومنتات ان هو عجبكم. اشوفكم الحلقة الجاية، تشاو.